عزيزي جاوبت على عائشة. عائشة امرأة صحابية من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، ولكنها لم تكن محسنة في جميع أوقات حياتها. وأخطأت كثيرا، خصوصا بعد خروج، بل هي اعترفت، هي عائشة عندما قيل لها بأنها تدفن عند النبي قال لا، لقد أحدثت بعده، وكانت كما تروي بعض النصوص الواردة عنها كانت تبل الحصى بدموع عينيها، يعني كانت تبكي بكاء واضحا، يعني بكاء مرا، لأن الإنسان الذي يعني كما يقال يبل الحصى يعني يبكي بشكل كبير، وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل معها. التحريف بس بالتأويل قصدك التفسير؟ نعم نعم، خب هذا لا يقول أحد بعدم وجوده، حتى السنة كل الناس تقول بأنه التحريف بالتأويل، يعني خلاص التحريف بالتأويل معنى أنه كل واحد يفسر القرآن كما يريد.